ل45 عاما تسير مجموعة من الأمهات كل يوم خميس في ساحة بلازا دي مايو في بوينس آيرس بالأرجنتين للمطالبة بمعلومات عن أبنائهن وأقاربهن المفقودين منذ عام 1976، فما قصتهن وكيف اختفى أفراد عائلاتهن؟ تتشارك هذا الألم عائلات حوالي 30,000 مواطن أرجنتيني أخفتهم القوات المسلحة الأرجنتينية خلال ما يعرف بالحرب القذرة التي دارت في البلاد بين عامي 1974 و1983، بعد أن أطاح الجيش بحكومة إيزابيل بيرون أرملة الرئيس الشعبوي خوان بيرون. في تلك الفترة انقلب أفراد المجلس العسكري على الشعب وقاموا بخطف الأشخاص الذين يشتبهوا بكونهم معارضين سياسيين أو ناشطين يساريين مثل الكتاب والصحفيين والفنانين، فمنهم من اعتقل أو تعرض لأبشع أساليب التعذيب ومنهم من قتل فيما كان يعرف برحلات الموت، حيث قذفت الجثث من الطائرات إلى البحر. خلال هذه الحرب لم توثق الحكومة هوية أي من هؤلاء المخطوفين، ومن خلال إخفائهم أو التخلص من أجسادهم أمكن للقوات المسلحة التظاهر بأنهم لم يكونوا موجودين على الإطلاق، لكن أفراد عائلات المختطفين كانوا بالطبع على دراية بالأمر وناضلوا من أجل البحث عنهم. وفي عام 1977 بدأت مجموعة من الأمهات اليائسات بالاحتجاج في ساحة بلازا دي مايو للضغط على الحكومة لإيجاد أبنائهن، وسرعان ما انقلبت عليهن الدولة وأخفت وقتلت بعضا منهن بنفس الطريقة التي استخدمتها للتخلص من أبنائهن المفقودين. إلا أن الأمهات لم يتوقفن عن الاحتجاج، حتى أنهم استغلوا استضافة الأرجنتين لبطولة كأس العالم عام 1978 واستخدموا التغطية الإعلامية الكبيرة لإشهار قضيتهن للعالم كله. وفي عام 1983 تخلى المجلس العسكري عن السلطة ووافق على إجراء انتخابات ديمقراطية، ومنذ ذلك الوقت تمت محاكمة ما يقرب من 900 عضو سابق في القوات المسلحة أدينوا بارتكاب جرائم يتعلق الكثير منها بانتهاكات حقوق الإنسان. آخر هذه المحاكمات جرت في شهر يوليو الماضي وشملت 19 ضابطاً عسكرياً سابقاً حكم عليهم بالسجن لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها الاختفاء القسري والقتل والتعذيب واختطاف الأطفال. أغلبية الحروب تنتهي بعد زمن، لكن بالنسبة لأمهات المختطفين ستبقى الحرب القذرة في الأرجنتين قائمة، وستستمر الأمهات في المسيرة والنضال إلى أن يحل اللغز ويتم إيجاد أحبائهن المفقودين. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.